اتصرفي في فلوس وتعالي لي، تعالي ما تدخليش الحفله، تعالي بره وكلميني وانا هطلع لك بره. هو انت شمس في حد جاي معاكي؟ ايه فين شلتك؟ مفيش، انتوا بقى هم موجودين معايا. عامله ايه حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اخدك في حضني. لا يا ماما مش هينفع. ليه؟ شايفه ماما اللبس اللي انت لابساه عامل ازاي؟ ما انت شايفه انت عامله ازاي، وبعدين تعالي كده عشان صحابي ما يشوفكيش. استعاري من امك، دي امك هي اللي لبستك البدله دي وهي اللي طالعه. يا ماما جيبي الفلوس. ايوه السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك ست الكل؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ربنا يديك الصحه. بنتك عامله ايه؟ الحمد لله كويس، ربنا يبارك لك فيها يا رب. هي ابو سعيد قال لي في حاجه عايزه تبيعيها. المروحه ديت. وماله حاجه اللي انت عايزاه؟ شغاله والله، بس قفلها ولا نجربوها؟ لا والله شغاله، بس انت عارف انا ببيع عليه. انا معاكي، انت بناخد كلامك ثقه. ربنا يخليك يا رب. كويس، انا لسه قافلاها دلوقتي. وماله اللي انت عايزاه يا حاج؟ طيب بص يا حاج، المروحه دي بمرض الله انا لو بنشتريها من حد تاني هنشتريها ب 300 جنيه، بس انت انا عارف ظروفك وعارف انت بتبيعي ليه، فديت هتبقى 350 للحاجه مش لحد تاني. والله لا مش هينفع، والله انا محتاجه اكتر من كده بكتير. لو سالت وحد ادالك 310 مش 350 يبقى انا كده بنضحك. لا عليك. انا ماليش دعوه بحد، انا بجيبك انت تشتري مني حاجتك عشان عارف ان انت، وانا بدعي ربنا معاك عشان انت ظروفك انا عارف. ربنا اللي يعلم، بس معلش ازودهم شويه. ماشي يا حاج، يبقى 400 جنيه وعشان خاطرك والله، وانا ورزق على الله فيها، انا ورزقي والله على الله. ده حاجة عمره 400. شكرا. مش عايزه تبيع السجاده ديت؟ بعدين بقى الصباح على الله. ماشي، اللي عايزه تبيعيه بس رني ولا سيب لي خبر مع ابو سعيد. حاول. وانا نجي لك على طول. الله يعينك عليها يا رب. الله يعينك يا رب. عليها ربنا يجعله بفايده. الله يديك الصحه. السلام عليكم. عامله ايه يا شمس؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله، الجو تحفه. جميل جدا. ما تتصلي بدعاء تيجي ونقعد شويه. دعاء دي اقول عليها ومأكده عليها من بالليل، وقايله لها يا دعاء احنا لازم نكون بدري عشان نعرفوا نروحوا بدري، وبص اتاخرت. طب اكلميها، والجو حلو دلوقتي نلحق نقعد شويه. الو، ايه دعاء؟ انا واقفه بقالي ساعه، انت فين؟ انا وشمس مستنيينك اهو. انت فين؟ ايه طيب انجزي، تعالي يلا. والله الجو جميل ويلا تعالي. الجو تحفة يا دعاء. ماشي يا قلبي، يلا باي. اهي هنا جاية اهي. خلاص ماشي. انت عاملة ايه؟ الحمد لله. تعالي نتمشى شوية بقى لحد ما تيجي. انا مش قادرة اقوم البحر. عايز انزل. او كده ايه؟ اهي بقى جت. وحشتوني وحشتوني. اتأخرتي ليه كده؟ معلش بقى، عبال ما وقفت قدام المرايه اللي انتوا عارفينها. عاملين ايه؟ الحمد لله. الجو تحفه، جميل جدا. انت عايش هتعملوا ايه بقى النهارده؟ هنروح السينما. تمام زي الفل. قشطه. وغدا بقى بره اكيد. انا مش هينفع. ليه؟ ايه؟ اقول لكم ايه؟ طيب تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ بقى عايش فلوس وبابا ما عطانيش وكده، والظروف صعبه جدا ومش هينفع. في بقى بطيخه واصله بقى ايه؟ احنا نروح السينما ونروح نتغدى. ما مش هي... طب ما انا لما اطلع لازم يكون معايا فلوس عشان اصرف، صح ولا ايه دعاء؟ انا عندي مكان جامد جدا يا امان بقى، ما تفكسيش بقى اليوم. ما انا ما اعرفش الليله دي كلها مش عقديه بقى. اليوم النهارده حلو، الجو طالع حلو عن كل يوم. انا معيش فلوس. ما تحرجنيش يا دعاء. طب مالكيش دعوه. ازاي يا ستي مالكيش دعوه؟ علينا بقى. تصرفوا عليا يعني؟ خلاص يا شمس، عليا وعليكي بقى. خلاص ماشي، بس كده خلاص. خلاص بقى بقى وخلاص بقى. خلاص بقى يا دعاء. ايه بطلي بواخه بقى؟ قولي يلا. اوكي اوكي ماشي. طب ثواني، طيب هعمل موبايل واجي لك. طب متاخريش بقى. متاخريش بقى. حاضر ماشي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هو ده التلفزيون اللي جاله الحاج سعيد؟ ايوه هو. شغال ده ولا ايه يا حاج؟ شغال، انا لسه طافيه دلوقتي. شغال يبقى حلو. انت عايزه فهمني في كام ده يا حاج؟ عايزه فيه 1000 يا حاج. امال الفيشه بتاعته فين؟ ايه ده؟ لا انا بشغله كده.
ده ممكن يكهرب يا حاج. لا لا هي الفيشه هي بس عشان هو ايه واسعه فيش واسعه اهي. طب عايزه في كام من الاخر ده؟ 1000 لا 1000 يا معلم. انت الشاشه دلوقتي ب 2000 جنيه جديده اللي لسه انا بايعاها عشان خاطر بنتي هي طالبه الرقم دوت. انا اعمل ايه؟ بص يا حاجه عشان خاطر بنتك كان مسليني انا هاخده منك ب 600 جنيه. لا يا حاج مش هينفع. طب الكلمه اللي عليها دفع الفلوس 1000 جنيه يا حاج. 650 جنيه حاجه وادعي لي ربنا يرزقني فيه. ما انت عارف انا ببيعه ليه يا حاج؟ عارف بنتي كل شويه تطلب مني حاجه. خد يا حاج 700 جنيه اهمت وادعينا بالتسهيل. حلو التلفزيون شيل يا محمد شيل 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 حطوه في المحل. اي حاجه عندك يا حاجه تبيعيها من تحت امرك. ماشي اطلع يا محمد. هروح نودي المحل على طول بقى. ماشي يلا. عايزه حاجه؟ السلام عليكم. الله يبارك فيك. مع السلامه. اجمع لها بقيت الفلوس منين بس؟ ما هي ما عادش تقدر في الحر ده مع الزيت مش هتقدر. الو؟ انا عشان بالليل. ايه يا ماما؟ مش قلت لك تجي لي في وش دوران جحا وما تدخليش؟ انا هطلع اخدهم منك. ما تدخليش يا ماما. تمام ماشي يلا انا طالعه لك. باي باي. انا ها يا شمس تعبت. طب ماما معاها وهطلع اخدهم منها. هتأخر؟ لا مش هتأخر هي بره اهي. بليز بسرعه يا شمس. عينيا. حاضر حاضر حاضر. تعالي هنا. في ايه؟ مفيش حاجه. ايه جبتيلي فلوس؟ اه يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي 800 جنيه اهم عشان خاطر والله ما انا بعت التلفزيون وبعت المروحه. 800 جنيه ماما هم دول اللي انت قدرت عليهم؟ معلش يا حبيبتي والله انت عارفه انا قلت لك ان انا عايزه اخرج مع اصحابي. اعذريني يا حبيبتي انا هبيع لك السجاده وهجيب لك الباقي. خلاص ماشي يا ماما اللي انت عايزاه. تمام خدي يا حبيبتي سندوتشات فول وفلافل عشان خاطر ايه فطرتيش الصبح. خلاص ماشي روحي. خد بالك من نفسك. ماشي اي حاجه. ماشي حبيبتي يلا باي باي. عايزه حاجه؟ لا سلامتك. باي باي. دي مرات البواب. انا شفتك بترمي حاجه هنا. دي مناديل كده. مناديل؟ اه خلاص بقى جبت فلوس وهنظبط النهارده. واحد بقى نشتري نضاره ثانيه. طب يلا بس عشان انا مش قادره هموت من الشمس. انا العربيه ركناها الناحيه الثانيه ولسه هنعدي. خلاص نروح بقى عشان نتغدى بقى. اه يلا 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 بينا. تمام يلا بينا. ما راحوا فين؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الحمد لله. فين دعاء؟ زمانها جاي دلوقتي. خلاص تيجي بقى نقف هنا نستنى. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت وحشاني جدا. وانتي اكتر والله. عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. مبسوطة هناك؟ الحمد لله. دايما يا رب يا حبيبتي ربنا يوفقك. يا رب. دعاء قدامها كتير؟ لا 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 هي جاية على طول. انا مكلماها لسه ما جاتش. عشان هرن عليها كده اشوفها فين. طيب. الو؟ ايه دودو؟ انت فين شمسي وصلت اهي؟ اه والله. انت هنا طيب؟ طب خلاص على طول يلا هنا هي جايه. طب كويس. طيب يا قلبي يلا. باي باي يا حبيبي. طب تعالى نستناه هنا كده. خلاص ماشي. طب شيكي نطلع فوق؟ لا لا خلينا نقعد نستناها هنا. طيب يا قلبي. ايه اهي دعاء خلاص قربت تيجي. خلاص. طب ثواني طيب هعمل المكالمه دي واجي. الو. ايه يا ماما؟ ماما الحفله النهارده يا ماما وانت عارفه ان انا معيش فلوس. اتصرفي في فلوس وتعالي لي. تعالي ما تدخليش الحفله. تعالي بره وكلميني وانا هطلع لك بره. ما تدخليش يا ماما الحفله. تمام ماشي يلا باي باي. هي يا جمالك بقى خلاص النهارده تخرج بقى ومفيش حد قدنا. عامله ايه؟ الحمد لله. انا ظبطت نفسي سبتكم. ايوه طبعا ورجعت تاني. عشان نظبط بقى النهارده اليوم بتاعك. ايوه طبعا لازم تكونوا معايا. ايوه جميل جدا ما شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. يلا
يلا جميل. احياء دعاء المكان هنا تحفه. ايوه ما ايوه جدا جامد قوي. هو انت شمس في حد جاي معاكي؟ لا ليه فين شلتك؟ مفيش انتوا بقى هم موجودين معايا. ايه هم الناس اصلا انا عازمانك ان انا عندها بالدنيا طبعا. اه طب ثواني طيب كده هتكلم بس في الموبايل. اه ثواني بس وهجيبكوا تاني. حبيبتي عاملة ايه؟ حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله. عايزة اخدك في حضني. لا يا ماما مش هينفع. ليه؟ شايفة ماما اللبس اللي انت لابساه عامل ازاي؟ هتحضنيني ازاي؟ ماله اللبس؟ ما انتش شايفة انت عاملة ازاي، وبعدين تعالي كده عشان صحابي ما يشوفكيش. ايه بقى فين الفلوس؟ في انت كده ليه؟ يا بنتي انا اللي بعت اللي قدامي واللي ورايا عشان اشوف اليوم ده، عشان كنت لابسة البدلة دي. شفتيني؟ ما شاء الله. طب عايز اخدك في حضني يا حبيبتي. ما ينفعش ما ينفعش، شايفه لبسك عامل ازاي يا حبيبتي. انا كنت حارمة نفسي من اي لبس حتى عشان خاطر انت تلبسي وانت تعيشي. معلش ليه كده يا شمس؟ من غير ليه يا ماما. يلا عشان صحابي جوه مستنييني قبل ما حد يشوفك بالمنظر اللي انت فيه ده. استعاري من امك؟ ده امك هي اللي لبستك البدله دي وهي اللي طالعه. يا ماما جيبي الفلوس. وطبقوليها بس الاول. ازاي تعملي كده؟ مين دي؟ دي مرات البواب. مرات البواب؟ طب حتى لو كده مش كده برضه. قومي يا ماما. مرات البواب؟ ايه ده؟ حضرتك مين؟ اه مرات البواب. حضرتك مين يا ترى؟ امها؟ دي مامتك؟ مامتك؟ انا مرات البواب. انت مجنونه تعملي في مامتك كده؟ شايفين لابسه ازاي وعامله ازاي؟ هدخلها دي الجنه، دي الجنه تحت قدمها. ازاي تعملي كده؟ انا اللي لبستها البدله دي. هي اللي ملبساكي ده يا شمس، وهي اللي خليتك كده. ازاي هدخلها بالمنظر ده؟ قولولي. ده فخر، ده فخر ليكي. ده انت تفتكري اني مامتك بالمنظر ده؟ انا بحرم نفسي عشان هي تلبس البدله دي عشان توصل اللي هي فيه ده. شمس عملتي اللي انت عايزاه. يلا بقى امشي من هنا. معلش يا ماما. هي هتمشي من هنا على دماغي انا، واحنا كمان هنمشي من هنا وهتبقى. لا يا حبيبتي خليكوا معاها. يلا خليكوا معاها انا ماشي. بعد اذنك خليكوا معاها انا ماشي. لا يا ماما خليها لوحدها. تزعليش، ده جزيت اللي يعمل كده في والدته. انا بقول لك الجنه تحت قدمها. ليه كده؟ يلا يا ماما انا هوصلك، هوصلك معايا العربيه. تزعليش يا ماما تزعليش. مش عارفه اعمل فيها ايه دي بجد. اعمل فيها ايه؟ فضحتني قدام صحابي وبوظت عليا الحفله واخدت مني صحابي كمان. تزعليش يا طنط. معلش يا معلش حبايبي. طب معلش يا حبايبي. بص هي اللي اختارت، بس ممكن رجاء ممكن تروحوا تقفوا جنبها. لا طبعا لو وقفنا جنبها هي مش هتعرف غلطها. انت هي لازم تعرف، انت لازم تعرف. هي اللي اختارت يا حبايبي. عمرها ما هتعرف اللي بيغلط جنبها. مره بيغلط كل مره. وانت زي والدتي وانا ما رضيتش اقول لها حساب بعدين من دلوقتي. هي هتعرف بعد كده. وبعدين هي اللي اختارت. معلش عشان خاطري. لا يا طنط طب ما حضرتك برده كده انت هتبقي لوحدك، ومفروض انت تبقي لوحدك. انا طول عمري بضحي عشان انا طول عمري لوحدي. لا انا بعت عفش البيت عشان خاطر هي تتعلم، فمش مشكله. فمش هينفع اجيب نفس اللبس. انا مش عايزك، بس اهم حاجه تزعلي. الحمد لله ربنا يخليكوا ليا يا رب. معلش اختكم روحوا هي خلي بالك شمس جميله جدا والله. هي ما تقصدش، خلي بالك والله. هي اللي اختارت. روحوا اقفوا جنبها معلش عشان خاطري. خلي بالك على نفسك. ربنا يخليكوا ليا. تزعلي معلش اختكم. طب نوصلك طب ونرجع لها. لا لا انا هتمشى عشان مش عايزه اتفك على نفسي شويه بس. طب خدي بالك على نفسك يا حبيبتي. حاضر حبيبتي. روحوا لها يلا. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه يا ماما. دعاء يا رب. نرجع لها دعاء. لازم نرجع لها. لازم إيه تعرف غلطها. ضحيت يا رب، ضحيت عشانها بكل ما املك، كل حاجه، حتى بصحتي، حتى بعفشي، حتى بهدومي. الحمد لله ربنا يهديها. ربنا يهديها.